سي دويلي معايا. سيد الو انا هاي ماك هاي ماك هاي ماك اخوي. الو السلام عليكم. شو جبتي لاباس؟ والله الحمد لله. وين يا خلود؟ نعم وين يا خلود؟ سيدي بالك. نعم سيدي عمري. متشرفين اهلا. الله يبارك فيك، انت واش راكي لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. انا عايز باش نهنيك. يبارك فيك ان شاء الله. يبارك فيك ان شاء الله. وانا كذلك. الحمد لله. الحمد لله. يبارك فيك. دروالي بما أن قناة الوطنية كانت في حوار مع صاحبة أكبر معدل في ولاية سقهراس، وإذا به السيد الوالي يتصل لي يهنئ الطالبة، يعني والله شكر وفخر كبير لولاية سقهراس. فرحة لا توصف السيد الوالي، بارك الله فيك وشكرا على التشجيع السيد الوالي. السلام عليكم السيد الوالي. وعليكم السلام ورحمة الله. لاباس الحمد لله حفظ ونعم الحمد لله. ان شاء الله هذا فخر لينا وليكم ان شاء الله. يبارك فيك ان شاء الله، يبارك فيك ربي يهنيك ان شاء الله سيد الوالي. ان شاء الله واكيد راح تشوفكم ان شاء الله. امين امين ان شاء الله امين باذن الله ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله تكون ذخرا لكم ان شاء الله. شكرا لك سيد الوالي. السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. مشاهدينا الكرام، نحن الان متوجهين عند عائله احسن معدل واكبر معدل لولايه سقهراس، والتي رفعت الرايه الوطنيه وشرفت ولايه سقهراس، يعني اروينيه خلود. ما سؤال فقط، ما هو شعورك لما كنا في حاله رفع تغطيه او في حوار معك ولما اتصل بك السيد الوالي عبد الكريم زيناي، ما هو شعورك؟ كان شعور جميل، شعور فرحه، شعور فخر في نفس الوقت. لم أتوقع يعني أن تأتي كل هذه الأشياء مع في نفس الوقت يعني. وشكرا لقناة الوطنية مرة أخرى. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم بالتوفيق إن شاء الله.